المتابعة ينضم إلينا من كركوك الخبير الاقتصادي الأستاذ صلاح عريبي. أهلا بك أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، عجز الدولة عن دفع مستحقات الموظفين ودفع الرواتب لأكثر من 46 يوما، هل هو مفتعل كما أشار التقرير من أجل الضغط على مجلس النواب للاتجاه إلى الاقتراض؟ أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. حقيقة لا شك أن الحكومة اليوم تمر في موضع صعب جدا، موقف حقيقة هو تتحمل نتيجة السنوات السابقة. الحكومة حقيقة ورثت تركة كبيرة جدا أثقلتها اليوم، وأصبح ملف الرواتب هو من أهم الملفات المعقدة والشائكة التي تواجه الحكومة. للأسف اليوم أصبح إعطاء الرواتب يعتبر منجز، مع أنه هذا هو حق يفترض أن يكون جدا طبيعي. لا شك أنه مسألة العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة لاحظناها أنه غير متناسقة. الحكومة أرسلت الميزانية قبل فترة ثم عادت سحبتها، دخلت في إشكاليات حول الاقتراض. الحكومة ما عندها حل آخر أو خيار آخر غير الاقتراض. طبعا أكو خيارات أخرى اللي هو يتعلق بالورقة الإصلاحية، لكن الورقة الإصلاحية إلى اليوم الحكومة ما قدمتها لمجلس النواب. مجلس النواب بالمقابل يرفض الموافقة على الاقتراض الجديد إلا بتقديم الورقة الإصلاحية. فالعملية هنا عملية حقيقة معقدة يدفع ثمنها المواطن البسيط. للأسف طيب. لماذا الحكومة لم تقدم حتى الآن الورقة الإصلاحية إن كانت هذه الورقة تساهم في حل جزء من الأزمة؟ حقيقة مسألة الإصلاح في البلد يتطلب موافقة الكتل السياسية بأجمعها. الإصلاح أنه إحنا لابد بالأساس أن نبحث عن موارد أخرى غير النفط. إحنا لازلنا في حقيقة اقتصاد ريعي ده ندفع ثمن اليوم. الإصلاح يبدأ من اتجاهات مختلفة. أول هذه الملفات هي محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة من البلد، فتح ملفات المعامل والمصانع حقيقة المتوقفة من فترات طويلة جدا. هذا كله إشكالات كبيرة جدا، لذلك اليوم يفترض أن تشكل خلية أزمة في البرلمان. اليوم البرلمان يفترض به أن يعقد جلسة طارئة. ما معقول اليوم إحنا إلى اليوم ماكو رواتب والبرلمان ده ينتظر وفي نقاشات وتعال أقول لك ودينا الموازنة وجيبوا الموازنة. هذا مو كلام منطقي في بلد حقيقة يعاني من أزمات. يفترض أن اليوم البرلمان يعقد جلسة مصارحة ومكاشفة للشعب العراقي ويجلس الحكومة ويضعون النقاط على الحروف. هذا غير منطقي. إحنا كل شهر راح ندخل في نفس الدوامة، منين نجيب السد الرواتب وكيف نحصل أموال وندخل؟ وحتى هذه القروض بحد ذاتها هي مشكلة لبلد العراق والاقتصاد العراقي. تكبر الأجيال والميزانية بأموال طائلة جدا، راح ندفع ثمن كلش كبير. لذلك اليوم يفترض أن يكونون في جلسة حوارية والبرلمان يأخذ على عاتقه هذه المهمة. هذه مهمة وطنية. نعم، هل تعتقد بأن الأمر يعني يدخل في مسألة المفاوضات بين هذه الكتل السياسية وبين الحكومة، يعني خصوصا وأننا مقبلون على انتخابات مبكرة؟ يعني فكرة عدم إقرار الموازنة حتى الآن، عدم إرسال الورقة الإصلاحية، كلها يعني يدور حولها علامات استفهام كبيرة. لماذا تتم المماطلة؟ لا شك كل الأمور في العراق هي تخضع للتوافقات السياسية بصراحة، هذا واقع كلنا عرفناه في هذا البلد. لكن بالمقابل احنا حتى فيما يتعلق في البرلمان عندما يطلب شيء من الحكومة يفترض انه يعطيه بدائل. لذلك اقول انه على الكتل السياسية اليوم ان تنهض بمهمتها وتدخل الموضوع من اطار الصراعات السياسية، لان الشعب مدى يتحمل؟ الموظف البسيط اليوم متأخر راتبه شنو ذنبه؟ فبالتالي هذه التوافقات السياسية يفترض ان تكون يعجل بها ويكون هناك اجتماع طارئ يخرجونها من اطار الصراعات. هذا مو وضع صراعات، احنا في بلد في مأساة اليوم، ومو قضية كسب اصوات لهذا الطرف او ذاك او كسر اجندة هذا الطرف او ذاك. هذه مسألة شعب. اليوم حتى الاسواق التجارية متوقفة، كل الحياة متوقفة بسبب الرواتب. يعني الراتب مو فقط على الموظف، على الحياة الاقتصادية بمجملها في البلد. نعم، الخبير الاقتصادي الاستاذ صلاح عريبي كنت معنا من كركوك، اشكرك جزيل الشكر.